بسم الله الرحمن الرحيم. معرض الساعات والمجوهرات في إمارة الشارقة حدث ينتظره سنويا أصحاب الإمارات كلها وخارج الإمارة، يتسم طبعا بالتنوع، تنوع المعروض وتنوع الأفكار اللي موجودة. حقيقة وجد بصمة جميلة دائما ينتظره الناس ويترقبه الناس، لأنه يتم فيه تشكيلات جميلة جدا وتنزل فيه الأسعار قليلا، ويكون ما شاء الله التنوع فيه، هذه بصمته. معرض الساعات من المعارض اللي يعني فعلا 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 ينتظره الجميع، وأعطى بصمة وأعطى يعني صيت كبير في إمارة الشارقة.